كان يوم جميل جدا مع زميلتي إيمان النهاردة، وإحنا بنتناول الفقرات المتنوعة في نهارك سعيد. من ضمن الفقرات الهامة جدا يا إيمان بصراحة الفقرة الخاصة بمشكلة البطالة والمنظمات الدولية اللي هي بتخش وبتحاول إن هي توفر بطريقة أو بأخرى وظائف للشباب. كانت حاجة جميلة جدا اللي هو كان الأستاذ محمد أحمد رمضان منسق مشروع التمكين الاقتصادي في الملتقى التوظيفي. وظيفتك في إيدك. حلو قوي، حلو قوي فكرة المشروع. كمان كان معانا النهارده مهرجان التمكين الاقتصادي والمرأة الريادية، كل تمكين النهارده. كان معانا النهارده دكتور أمال إبراهيم رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع. الحقيقة هي يعني ست هايلة جدا جدا. ليه بقى؟ لأن هي اللي عاملة المهرجان، هي اللي عامله، هي اللي عامله المهرجان كلها، هي كل حاجه، كل في الكل. هي اللي عامله المهرجان، مفيش اي دعم، هي اللي عاملاه، وهي اللي جايبه الضيوف، وهي اللي حاجزه لهم الاوتيل، وهي اللي كل حاجه. هدفها تنشيط السياحه طبعا، ودعم ودعم المراه، وان ازاي يبان رياده المراه مش بس في الفن، لا في كل المجالات، مجالات سياسيه، في مجال التعليم، في مجال الصحه، في كل شيء. فالحقيقه ان لما الست تفكر في بلدها بالشكل ده، وان هي عايزه تدعم السياحة وتعمل ده من نفسها، فأكيد يعني على فكرة الملتقى اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي ده اللي هو شغل قبل كده 100 شاب، ومبارح شغل 600 شاب وشابة. على فكرة 60% منهم بنات و 40% ولاد، برضو في مجال السياحة، يعني في مجال الفنادق، فندق من الفنادق الكبيرة جدا في مصر، وفندق عالمي يعني، وليه 16 فرع في جمهورية مصر العربية. في 600 شاب تقدموا للوظيفه، هم تقدم 1000 وتعين 600 امبارح، فده حاجه جميله بقى في مجال السياحه بقى. كويس، ده بيدينا امل ان شاء الله الفتره بقى الجايه ان شاء الله باذن الله، لما ان شاء الله السياح الروس يجوا لنا، يعني يبتدي بقى السياحه الروسيه ترجع تاني ان شاء الله. مرحب بيه طبعا جدا الرئيس بوتين رئيس روسيا، النهارده هيكون في استقباله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيتناولوا كثير جدا من الموضوعات طبعا الاقتصاديه والسياسيه والارهاب. اتمنى ان شاء الله ان السياحه ترجع تاني لشرم الشيخ ودهب ونويبع وطبا والسويس يعني والغردقه، وترجع السياحه تاني ان شاء الله باذن الله يعني. باذن الله. كان معايا فقره كمان عن فن الموزايك والاكسسوارات المنزليه. فطبعا ده كان توعيه للناس بفن الموزايك، لان الناس بتبقى فاهماه غلط خالص. احنا يعني وضحنا لهم شويه ايه هو. كان معايا ضيفتي مهندسه هايدي عبد المنعم، واتكلمنا عن الاعمال الفنيه اللي هي عاملاها. ببقى سعيد جدا وانا معاك يا استاذه ايمان على الهواء في نهارك سعيد. مبسوط ان انا كنت معاك النهارده، وبكره ان شاء الله فريق عمل جديد في نهارك سعيد، ويوم جميل باذن الله تعالى. يا رب إن شاء الله للأمام مصر. يا رب ألف مبروك، بقولها المرة الثانية، حقل ظهر، أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، ابتدى البث التجريبي أو الضخ التجريبي في الأنابيب. يا رب زيارة بوتين الرئيس الروسي المرحب به في مصر، يا رب تنتج عنها كثير من المشاريع الاقتصادية والمصانع، نبتدي نصنع. كل ما هنصنع كل ما نبقى دولة متقدمة بشكل عام. السلام عليكم.